استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تياني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع إيطاليا على المستوى الحكومي والشعبي، مؤكداً أن مصر تطلع لتطوير العلاقات مع إيطاليا والعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى أفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضاراتهما العظيمة ومكانتهما المحورية في المتوسط، ولما فيه خير للشعبين الصديقين. اللقاء تناول عدداً من الملفات الاستراتيجية الهامة فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن التباحث وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.